إذن عن تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار الاحتلال في مجازره ضد المدنيين، والتي كان آخرها مجزرة مخيمات مواصي في خان يونس واشتعال جبهات المقاومة في غزة والضفة. ينضم إلينا عبر خدمة زوم من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد. أستاذ معين، مرحبا بكم. لنبدأ بإحصائية لوزارة الدفاع في قطاع غزة تتحدث عن أكثر من 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحا جراء مجزرة مخيمات المواصي في خان يونس. هذه المجازر أستاذ معين المتواصلة، إذا كان هدفها الضغط على المفاوض الفلسطيني، باعتقادك هل ستحقق أهدافها نوعا ما؟ تحياتي يا أخي محمد، ومساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. يعني حقيقة مجازر الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية متواصلة، هي تستهدف البشر والشجر والحجر وكل شيء ينتمي إلى فلسطين. ما جرى في قطاع غزة هو يأتي في إطار تكريس سياسة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا برؤية بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأن الضغط على غزة وعلى حركة حماس يمكن أن يساهم في تخفيف مطالب الحركة والمقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بصفقة التبادل وصفقة، وربما ما يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. لا أعتقد بل أجزم أن هذه الضغوطات لن تجدي نفعا مع حركة حماس ومع المقاومة الفلسطينية في غزة، التي تتمسك بما وافقت عليه وبما أبلغت الوسطاء عليه. تدرك أن بنيامين نتنياهو هو من يماطل في التوصل إلى اتفاق. بنيامين نتنياهو لم يعد يكترث في أرواح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، هو معني باستمرار هذه الحرب المدمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة من أجل إطالة أمد حكومته، ومن أجل ألا يتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر أو فيما يتعلق بقضايا التزوير وقضايا الرشوة التي كان يتلقاها قبل 7 أكتوبر. فبالتالي هو يعتقد أنه بهذا الضغط يمكن أن يصل إلى المقاومة ويمكن أن يصل إلى الأسرى الإسرائيليين، ولكنه حقيقة هو يعمل على قتل الأبرياء، على قتل النازحين. نتحدث عن أكثر من 40 شهيدا حتى اللحظة، حتى هناك أخبار أن عمليات انتشال وعمليات البحث لا تزال مستمرة. نتحدث عن صواريخ ذكية استخدمت، ارتجاجية استخدمت في قصف مخيمات اللاجئين في المواصي. فبالتالي أكثر من 60 إلى 70 جريح عدا عن عشرات المفقودين. هذا كل ذلك لن يجدي نفعا أمام أهداف نتنياهو بالضغط على حركة حماس. قبل قليل شاهدنا هجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقد دخل إلى أحد الأنفاق، يعني شيء مضحك جدا أن يدخل إلى أحد الأنفاق ويعرض أواني بلاستيكية مملوءة ببول الإنسان وأيضا محطات، شيء تافه جدا يقوم بعطلة هذه ويصورها كإنجاز ويقول أنه سيحولها إلى التحقيق والتحليل لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية. فكل هذه الممارسات الإسرائيلية، بالعكس المقاومة يوما بعد يوم تزداد تصلبا بمواقفها، تصلبا إيجابيا طبعا، ولا تتنازل عن أي شرط كانت قد طرحته من أجل إطلاق سراح الأسرى أو حتى وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب من محور فيلادلفيا ونتسارين. أستاذ معين، الاحتلال برر مجزرة المواصي بأنه قام باستهداف عناصر من المقاومة، هل هذا يقنع الرأي العام العالمي في هذا الظرف؟ لا أعتقد أن ذلك يقنع هذا الرأي بهذه، خاصة أن هذه المجزرة ليست الأولى التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. هناك مجازر عدة أدت إلى ارتكاب أو أدت إلى مئات الشهداء والجرحى بفعل صواريخ الاحتلال، طائرات الاحتلال الإسرائيلي. يعني حتى اللحظة إسرائيل تدعي أنها تمكنت مثلا من الوصول إلى محمد الضيف، علما أن حركة حماس نفت، وحتى قادة حركة الجهاد الإسلامي نفوا أن يكونوا قد أن يستغلوا حتى الأماكن المدنية وأماكن اللجوء لوجود عناصر تابعة للأجنحة العسكرية في هذه الأماكن. نتحدث عن مدارس، نتحدث عن مستشفيات، نتحدث عن مناطق آمنة صنفها الاحتلال للنازحين، ولكن للأسف يعني هذا هو المحتل وهذه عقليته،
بخصوص عمليات القتل والتدمير. بس بحب أشير أستاذ محمد هذا سؤالك بخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. أنا أتحدث إليك الآن وجرافات الاحتلال وآلياته تبعد عن منزلي في هذه اللحظات نحو 600 متر، هي في عملية الآن. الاحتلال يجدد عمليته العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية، يقتحم مدينة طول كرم ويقتحم مخيم طول كرم، سقط شهيدان برصاص الاحتلال، شاب وفتاة. هناك عمليات تجريف جديدة ممنهجة لتدمير ما دمر سابقا. يعني الآن مخيم طول كرم في وضع كارثي صعب، لا طرق، لا ماء، لا كهرباء، لا هواتف بمختلف تشكيلاتها، لا شبكات مياه، لا شبكات كهرباء، لا شبكات صرف صحي. ورغم ذلك هذا الاحتلال الآن، وأنا أتحدث إليك الآن، هو موجود كما ذكرت على بعد مئات الأمتار من منزلي، يواصل عمليات التدمير، يواصل عمليات القتل. هو أعلن أنه سيستأنف، بل استأنف باقتحامه طول كرم اليوم عملية المخيمات الصيفية التي كان أطلقها في محافظات شمال الضفة، تحديدا في طول كرم وجنين. هذه الحملة التي بدأت قبل حوالي أسبوعين وأدت إلى ارتقاء أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي وبصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مئات الجرحى. أستاذ معين، نعود إلى مجزرة المواصي، وأشكرك على هذه المعلومات التي تحدثت عنها في شمالي الضفة الغربية. كما تعرفون مجزرة المواصي نفذت بصواريخ من نوع MK-80 الأمريكية. إذن الاحتلال يريد استهداف عناصر المقاومة، ولكنه يستهدفهم وسط تجمع المدنيين. كيف يمكن فهم هذا التناقض؟ يعني الصواريخ أمريكية والقنابل أمريكية والرصاص أمريكي، كل شيء أمريكي. يعني للأسف الإدارة الأمريكية هي من تقف إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب المجنونة على الشعب الفلسطيني. بالأمس الأول عائشة نور التركية، الفتاة الناشطة المتضامنة، سقطت برصاص أمريكي أطلقه جنود الاحتلال. واليوم هي بصواريخ ذكية، علما أن الإدارة الأمريكية هذا اليوم تكشف كذبها عن توقفها بتزويد إسرائيل بصواريخ. وكانت أيضا إسرائيل تعهدت العديد من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة باستخدام صواريخ أكثر دقة. أي صواريخ أكثر دقة؟ هذه الصواريخ أستاذ محمد أحدثت دمارا في الأراضي 20 متر تحت الأرض، هي صواريخ ارتجاجية اهتزازية. السكان في قطاع غزة وصفوا ما جرى وكأنه هزة أرضية. فبالتالي المجتمع الدولي يعني حقيقة هو في موقف خجول جدا، وليس بحاجة إلى يعني أن يدلي بتصريحات تستنكر أو تطالب. هو منذ اليوم الأول لهذه العدوان هذا الموقف الخجول للعديد من الدول الأوروبية، وعلى رأس أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم إسرائيل بشتى أصناف الأسلحة التكنولوجية والأسلحة الذكية والأسلحة العادية، سواء لمواجهة ما يجري في قطاع غزة أو التهديدات المنبثقة عن الجنوب اللبناني أو حتى فيما يسمى في محور إيران. فبالتالي هذا المجتمع الدولي إن كان جادا بوقف هذه الحرب عليه التوقف فورا عن تزويد إسرائيل بكافة أنواع الأسلحة، وليس صواريخ معينة كما جرى في بريطانيا. قررت الحكومة البريطانية الأخيرة قبل أيام التوقف عن تزويد إسرائيل بأسلحة معينة. فبالتالي هي إسرائيل يعني حتى بأسلحتها المحلية ستواصل حربها العدوانية على أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، كما ذكرت تستهدف الشجر والبشر والحجر، تستهدف الأرض الفلسطينية، تستهدف الدفع بمزيد من مئات الآلاف من المستوطنين وربما أكثر من مليون مستوطن للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وعلى الحرم القدسي الشريف. أستاذ معين، يعني عمليات المقاومة سواء كانت في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يعني يشهد لها القاصي والداني بأنها يعني توقع خسائر جسيمة، ليس فقط بين الجنود الإسرائيليين ولكن حتى في آلياتهم العسكرية الوحشية. تعتقد أن عمل المقاومة بكل هذا الصمود يصب في صالح المفاوض الفلسطيني؟ لا شك، لا شك. أن فتح جبهة الضفة ويخدم وسيلة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن عمليات نوعية أستاذ محمد جرت في الفترة الأخيرة، نتحدث عن
تمكن المقاومة الفلسطينية من تحسين قدراتها التصنيعية للمتفجرات التي تستخدم في أثناء اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للبلدات والمخيمات والمدن والقرى الفلسطينية. وهذا يعني ما اعترف به الاحتلال الإسرائيلي بأنه نظرا لتمكن المقاومة استهداف آليات الاحتلال خلال عمليات الاقتحام تحديدا لمخيمات شمال الضفة الغربية طول كرم جنين ومخيم نور شمس والفارعة وطوباس، أدى إلى الاحتلال إلى أن يتخذ قرارا بتسريع وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تستخدم الصواريخ للوصول إلى المقاومين الفلسطينيين، وهذا أدى حقيقة إلى ارتقاء عدد من المواطنين الفلسطينيين خلال عمليات الاحتلال في عملية المخيمات الصيفية. لكن يعني هناك تأكيدات أن المقاومة نجحت وأن استمرار العمليات الفدائية يعني سيساهم في تعزيز موقف المقاومة، وأيضا أن يضع إسرائيل في دائرة وضع 1000 سؤال وسؤال حول تطور مثل هذه العمليات. شاهدنا بالانتفاضة الثانية أستاذ محمد عمليات فدائية في عمق الإسرائيلي، نعم، تفجير الحافلات، تفجير مواقف، أيضا عمليات ضد المستوطنين، وهذا مؤشر أيضا ما يحدث في الضفة الغربية، لم يقتصر الأمر على شمال الضفة، شاهدنا عدة عمليات في الجنوب، جنوب الضفة الغربية، في الخليل، في بيت لحم، في إدنا، في تركوميا، نعم. فبالتالي يعني من المتوقع كلما ازداد الضغط الإسرائيلي أيضا وكلما زاد القمع الإسرائيلي لأبناء شعبنا سواء في محافظات الضفة الغربية أو في محافظات غزة، ربما المقاومة ستطور من أسلوبها التكتيكي في مقاومة الاحتلال وجيشه وأيضا ميليشيا المستوطنين، هذه الميليشيا التي هي عبارة عن دولة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. عبر خدمة زوم من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد، شكرا جزيلا لكم.